في الإطار ذاته أصدر منظم الوقفة الاحتجاجية بيانا باسم الجاليات العربية نددوا خلاله بتمويل قطري للتنظيمات الإرهابية، مطالبين الأمم المتحدة بمحاكمة النظام القطري ومصادرة أمواله وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية التي مولتها الدوحة، فضلا عن مطالبتهم بمحاكمة المتورطين طبقا للقانون الدولي. إلى قادة وحكام دول وحكومات العالم الحاضرين في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المحترمين، إلى سعادة سفراء وسفيرات مجلس الأمن الدولي المحترمين، الموضوع رسالة أبناء الجاليات العربية في أمريكا والمنظمات المتضامنة معهم بخصوص وقف التمويل القطري للإرهاب والعنف وحجز أرصدة قطر المالية ومحاسبة المتورطين وفقا للقانون الدولي. تخاطبكم الجاليات العربية الموقعة أدناه أنه ومنذ العام 2011 سقط ملايين الشهداء والجرحى من أبناء الأمة العربية ضحايا لمشروع الإرهاب والتطرف والعنف الذي تبنته ومولته دولة قطر رسميا، كما تم تدمير حياة ومستقبل عدد من شعوب المنطقة وذلك بواسطة دولة قطر التي تبنت رسميا مشروع ما اسمته الربيع العربي، وهو في الحقيقة ليس إلا مشروع يمثل تعميم الفوضى والإرهاب والتوظيف السياسي الخاطئ للإسلام في إطار تمكين تيار إرهابي متطرف هو تنظيم الإخوان المسلمين في الوصول إلى الحكم وبشكل اعتسافي للواقع وضدا على إرادة الشعوب العربية والإسلامية التي رفضت وترفض هذا التيار الإرهابي الذي خرج من عباءته الفكرية كل الجماعات الإرهابية من تنظيم القاعدة إلى داعش إلى كل حركات العنف والإرهاب التي تمولها قطر بكل الوسائل. ومنذ ذلك التاريخ وأبناء العالم العربي يعيشون يوميا مآسي التمويل القطري للإرهاب الإخواني الذي تحول إلى مصدر لإقلاق الأمن والسلم الدوليين ونشر جرائم الإرهاب في كل مكان بالعالم وشوه صورة الإسلام في كل مكان بغير حق. لذلك يؤكد أبناء جاليات الدول العربية في أمريكا والحاضرين في هذه المظاهرة والتي يشاركون في مدينة نيويورك أن جرائم الإرهاب والفوضى المنتشرة منذ 2011 هي جرائم إرهابية مدانة ومستنكرة من كل العالم، وأنها من صنع وإنتاج وتمويل دولة قطر وأموالها النفطية الضخمة التي مولت وتمول كل جماعات الإرهاب والعنف والفوضى في كل دول العالم العربي وبشكل متواصل، وليست كارثة طبيعية من صناعة الإنسان العربي أو المسلم ولا تمثل أحدا. وعليه ندعو قادة وحكام العالم وجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحقيقية لوضع حد نهائي للتمويل القطري للإرهاب والعنف في مختلف دول العالم من خلال تشكيل لجنة تحقيقات دولية في جرائم الإرهاب والتخريب من قبل دولة قطر باعتبارها دولة إرهابية مارقة وعدوة للإنسانية كلها. وكذلك ندعو إلى إصدار قرار أممي بوقف عضوية دولة قطر في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بشكل نهائي وبموجب قرار ملزم وضمان تطبيق المساءلة والعقاب على قطر وكل من تورط معها في تمويل الإرهاب والعنف والحروب في كل مكان. كما نطالب اللجنة بتعويض كل ضحايا الإرهاب والتطرف في العالم من أموال قطر في المؤسسات المالية الدولية والتي ينبغي حجزها وعدم سماح نظام قطر الحالي التصرف فيها كونها ستذهب في تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة وتهديد أمن واستقرار دول وشعوب العالم كله. وتقبلوا خالص تحياتنا صادر في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجالية اليمنية في الولايات المتحدة، الجالية المصرية في الولايات المتحدة، الجالية الليبية، الجالية السودانية، الجالية العراقية، الجالية السورية، الجالية الصومالية، الجالية التونسية، الجالية المغربية. لا للإرهاب، لا للإرهاب، لا للإرهاب.